ماذا لو كنت أنت عبد رب منصور هادي؟ أنا أبدي على الشاشة أرويهم أقل شيء أروي الشعب اليمني كلهن عدنا عايش، أبدي حتى أفتح عيوني فتح. لو أنا مكان عبد ربه لا أطلعت الشعب اليمني بما يحدث من مؤامرة من السعودية والإمارات. أنا لو كنت بدل عبد ربه منصور هادي كنت بطلع وأقول يا شعب اليمن أنا آسف، وبعترف أمام الشعب كامل بفشلي. وهو أن أطلع ببيان وتصريح للشعب اليمني أقول فيه الآتي: أيها الشعب اليمني الحر، لا ينفعني الأسف ولا الندم، ولكنني سأفتي اليمن الحبيبة بمالي ودمي وحياتي، وأضع الأمانة من كاهلي إلى كاهلكم. لا أطلع الملفات ولا قل لنا مين الذي بيأثروا على طريقة إذا أهل الدولة ولا رئاسة لها، ولا عرفنا من شيء، يعني كأنه واقف كذا زي الزينة. زينة؟ ولا حتى زينة، لا من زينة الحياة الدنيا ولا من الباقي الصالحة. هؤلاء بيقولوا لهم مكان عبد ربه بيطلع الواحد منهم يصارح الشعب ويكلم ايش حاصل، يعني بصفته رئيس للجمهورية لا يقول له ما سبب 6 سنوات ما رجع، ما سبب، من المعرقل، من هو الذي محاصر له، من هو الذي ما خلاش يرجع، ما ايش بيحصل، ايش بيدور، ايش المخطط. طالع ده الناس بيطلعوا يقولوا يشتي يرقد يطلع مش يحسسهم انه عدو بخير انه عايش، يطلع يسب عادي، اهم شيء يطلع يصور نفسه سيلفي ومخزن، تمام يخزن، بس يقول لهم انا هنا انا ما زلت عايش ولو عناء، بس ولا كلمه ولا كانه رئيس الشعب. الحين ايش اكتب انا؟ ايش بقول لك؟ ولا كلمه، ما في شيء، ما تكتب ولا اكتب شيء ولا تكتب حاجه. طيب تمام، ما لنج ولا اكتب شيء، اكتبها كيف ولا تكتب؟ ما فيش ولا حاجه، يعني صم بكم ولا حاجه ولا نخس سايلنت. ما هو لو كان انا بدل الرئيس لقدمت استقالتي وخلاص. انا اقدم استقالتي وارح لي. معليش انا اقدم استقالتي على طول لانه ما ينفعش. خلاص ما بش بيدي صلاحيه اقدم استقالتي. لو كنت انا بدل عبد الرب بالوضع الحالي كنت اقدم استقالتي واخرج على الشعب كله واقول ما استطعتش اسوي اي شيء. لو كنت مكان عبد الرب فقط قدم استقالتك. اذا ما قدرت يعني اقدم اي خدمه للشعب اتنحى طبيعي. لو كنت مكان عبد ربه بقدم استقالتي وأخارج الشعب من التقدم والتطور والحوار وأعيش اللحظة مع أغاني فيصل علوي. لا تخرج البلاد لا بر الأغاني تسلم السلطة. من أول ما بدأت الحرب وشايف إن أنا مانيش قد المسؤولية بتراجع على جنب. أنا لو وقع الرئيس أشوف نفسي مش قد المسؤولية على طول أتنازل. أنا لو أنا مكان عبد ربه منظر هذه لا رحلي أروح، كفي شقاي كفي غربة، روح البلاد افتهن خوتم عمرك جامع صلاة عبادة تسبيح ما لك دخل في الرأسة. يا أما أقدم شيء للشعب يا أما أستقيل وسلامتك أخي محمد. الله يسلمك الله يسلمك. هذا رأيهم أيضا أنه يقدموا استقالتهم لو هم مكان الرئيس، مادام ما قدروا يمارسوا صلاحياتهم ولا قدروا يديروا الرئاسة ولا يكونوا بحجم هذا المنصب يقدموا استقالتهم. هذا يمكن أنتم مع أنه أما زعيم عربي وصل للسلطة ما أعتقدش أنه يسلم السلطة ويستقيل بكل سهولة، ما مش شيء، هذا عادات وتقاليد عندنا ما يمكنش يفلتها بسهولة. هو فقط جالس الآن، لا هو الذي استقال ولا هو اللي حكم، يعني حجز مكان راكب على الفاضي، ويا ريت هو مكان راكب، مكان السواق، مكان السواق يسوق وراقد وراقد، ولا يا سواق السيارة تكسرت، يا سواق وديتنا كذا مشي الطريق بطناج التواير كمل البترول، ولا ماشي بس ولا يشتي، لا يترك السواقة ولا يفتح ويسوق سوا. هذا ايش قدم استقالته؟ تفضل هذا الطباشير حقك. مالك؟ تفضل. ماذا؟ هذا استقالتي. استقالتك من أي؟ والله ما لي علم، بس تفاعلت مع الشباب وقدمت استقالتي. الآن تشوف لك كاتب. شوف لك على الخط هذا أشوف لي كاتب والله. استقيل جلس. طب حاسبني. حاسبك حكتاج. حك الكتابة. كاتب الرئاسة. ما لا حرف واضح منه. والله. مشي جلسه. أنا بكتب لنفسي. هذا العهد. بكتب لنفسي جلسه. استقالة.